بارزة زي دي كده بارزة. أول حاجة هنحتاج ستيكر، الستيكر احنا عايزينه نجيب الجلو جون ونحطه عليه. بعد ما نشفت بقت عاملة كده شايفين، بعدين نشيلها كده نكون عملنا ستيكر بارزة زي دي، حلوة جدا. عايزين نوبرها ماشي، عايزين نخليها تلمع، ممكن نحط عليها أي حاجة تلمع مثلا جليتر أو كده، أو لو عايزينها مثلا يعني زي ما تكون نضيفة قوي نحط عليها المنكر الشفاف. وتاني فكرة معانا هي دبدوبة من الخرز. هنحتاج خرزتين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، لازم يبقوا نفس اللون، وأربع خرزات صغننين خالص أهم عشان يبقوا الأدان والرجلين. يلا بينا عشان نحطهم في الكليب دي وشكلها حلو. أول حاجة هنحط هنا شوية جلو صغننين جدا علشان لو طلع ما يبقاش كتير كده، كده عملنا الجسم بتاعه. بعدين هنحط نقط صغننة جدا هنا، واحدة هنا، ونحط الاتنين دول كده، نفس الكلام في الرجلين. وبعدين بعد ما عملناها هنحطها ننزلها هنا كده، نحطها من الظهر وعلى الكليب من فوق عشان هي تنزل كده، ونحطها من هنا كده. كده نكون عملنا ستيكرز بتاعتنا، ممكن نحطها في أي كتاب كده بيلزقوا، ودي كبوك مارك من فوق كده، حلوة جدا. يا رب تعملوا سبسكرايب لو عملت لو عجبكم الفيديو. لايك شير كومنت. باي باي. كده عملنا الجسم بتاعه. بعدين نحط نقط صغننة جدا هنا، نحط الاثنين دول كده، ونعمل نفس الكلام في الرجلين. وبعدين بعد ما عملناها هنحطها ننزلها هنا كده، نحطها من الظهر وعلى الكليب من فوق عشان هي تنزل كده، ونحطها من هنا كده. كده نكون عملنا ستيكرز بتاعتنا، ممكن نحطها في أي كتاب كده بيلزقوا، ودي كبوك مارك من فوق كده، تبقى حلوة جدا. يا رب تعملوا سبسكرايب لو عجبكم الفيديو.